اختتمت مساء يومه الأحد رابع نوفمبر بالقاعة المغطاة بتيسة بإقليم تاولات فعاليات مهرجان تيسنت الوطني للمسرح في دورته الثالثة، والمنظم من طرف جمعية تيسنت لرواد الفن وبشراكة وتعاون مع كل من وزارة الثقافة والاتصال وعمالة تاولات والمجلس الإقليمي لتاولات والمسرح الوطني بالرباط وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وشركاء آخرين. اختتام فعاليات المهرجان حضره جمهور غفير تابع عرض مسرحية مذكرات مجنون لكاتبها وبطلها الفنان محمد حيمود رفقة الفنانة المسرحية سناء بوبكر، كما قدم الشاب المبدع مروان طوس فقرة غنائية غربية أتحف بها الجمهور. هذا وقد تم تقديم شهادات تقديرية للشركاء الإعلاميين في مقدمتهم جريدة المغرب العربي بريس وجريدة أحداث الجهات وصدى تاولات. في نجاح الباهر ديال هذه الدوره، الدوره الثالثه لمهرجان تيسنت الوطني للمسرح، لكن هذا جاء على 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 الشباب اللي سهروا ليل نهار، على اللجنه المنظمه اللي سهرت ليل نهار. وكما كتشوفوا الحمد لله المدينه ديال تيسنت غاديه وكتزدهر بالشباب ديالها، وكنتمناو ان شاء الله فاش نبغيو نديروا الدوره الرابعه والخامسه ان شاء الله تدخل وزاره الثقافه ودير لنا واحد المركب ثقافي. الابداعات ديالنا سواء في الفن، الثقافه ومجموعه الابداعات اخرى. كيخدم بالدرجه الاولى الشباب، ولهذا نرى بان شباب تيسا الحمد لله اصبح واعيا متخذا طريقه جميله جدا. الاستمرارية ديالو والنجاح ديالو اللي صراحة كل عام كيبهرنا وكيبهر أبناء تيسا وكيبهر مسؤولين اللي كيديروا ثقة فيه كيبهرهم. وكانت المشاركة ديالهم طيبة وهي اللي زكات هاد المهرجان باش داز، وهما اللي كانوا اللي عطاونا الطاقة واللي عطاونا نجي مدينة تيسا اللي فيها هاد المهرجان هذا، وشكرا.